السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نواصلوا الفيديوهات متاعنا حول التاريخ الإنساني وبصفة خاصة التاريخ الإسلامي اللي باش نوصلوا ليه. وتكلمنا في الفيديو قبل هذه حول ظهور كثير من الحضارات في جميع بقاع العالم. واليوم باش نتكلموا بصفة عامة كيفاش هذه الحضارات ظهرت على أسس عرقية ثم دينية، وكيف تم هذا التحول بصفة عامة، باش نوصلوا للتركيز حول ما يسمى الشرق الأوسط. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، فما أحد الأشخاص سألني سؤال، قال لي شكون قال لك اللي التاريخ اللي انت تقول فيه صحيح؟ كما قال لي فما عدة افتراضات، شكون قال اللي الافتراض متاعك وجهة نظرك انت هي الصحيحة؟ جاوبت أنا بصفة عامة، قلت له على كل حال النظريات عديدة، وهناك من تعتمد على العاطفة أو لأسباب سياسية أو شعوبية أو لأسباب دينية. احنا وقت نجيو ناخذوا النظريات الدينية حول ظهور الإنسان من فخار أو من صلصال كالفخار ونزوله من الجنة وظهور آدم ما نعرفش عليه في الهند وحواء ما نعرفش عليها فين وتلاقاو في جبل عرفات، هذاك علاش سمي جبل عرفات، وجابوا أولاد تزاوجوا مع بعضهم، وجابوا هذا الاختلاف البشري الجنسي والعرقي ونوع الدم. هذه معناتها الأسطورة الدينية الإبراهيمية بصفة عامة هي نوع معناتها من الخيال اللي في الوقت الحاضر الوعي الإنساني والمعرفة الإنسانية لا تسمح لكي تصدق بهذه الخرافات. كما أن خرافات متاع أن الإنسان صنع من طرف مخلوقات فضائية خارج إطار الأرض هي بذاتها لا تعتمد على منطق وعلى علم وعلى أدلة، كما أن الأسطورة الإغريقية حول تزاوج الآلهة وقدوم الآلهة من السماء وأنصاف الآلهة وغيرها هذه أيضا نوع من الخرافات. وكل ما يسمى بالخرافات الإنسان الحالي ومستوى الوعي والعلم والمعرفة والتطور لا يسمح أن يعتبر هذه الأساطير اللي موجودة في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي غيرها من الكتب إلا عبارة على أساطير، مثلها مثل التنين وعروس البحر والحصان الطائر وغيرها من الخرافات القديمة التي كانت حقيقة في وقت من الأوقات بالنسبة للأشخاص اللي يؤمنوا بها وعلى حسب درجة الوعي متاعها. أما عندما نأخذ العلم الآن يعني الموجود التاريخي ونبحث في النظريات المختلفة سواء العروبية أو الأوروبية أو غيرها، نلقى فيها نوعا ما تحيز لجهة معينة من أجل إظهار ذلك الشعب أو تلك المنطقة هي قلب العالم وأساس الحضارة. ولكن في هذا الوقت مع ظهور التكنولوجيا الحديثة للوصول للمعلومة خاصة، معناتها نجد ثم هناك نظريات أكثر منطقية وأكثر قابلية للعقل أن يقبلها بأدلة ملموسة وواضحة، لأن الوقت الحاضر مش قبل 100 سنة، احنا توا تبدلنا والإنسان ماشي باش يتأكد من المعلومة. صحيح اللي نقول فيه أنا هي نظرية يعني، لكن لو نجي نشوفه هي أقرب يعني للمنطق وللواقع، كيف تطور الإنسان وكيف ظهرت الشعوب وكيف ظهرت البشرية وكل شيء، يعني وتتبعها فيها تسلسل وفيها أدلة، خاطر لا يكفي التسلسل فقط، لأن حتى في النظرية الدينية
نلقى تسلسل، فهمت؟ هاو خلقوا من تراب، هاو خلق منه مرتو، هاو هبطوا، هاو طلعوا، هاو يعني موجود تسلسل. التسلسل لا يكفي، لازم التسلسل يكون مدعوم بأدلة ملموسة. وإحنا حتى في الوقت الحاضر عندما يوقع شيء في منطقة من العالم، ولو حتى عندنا الكاميرات ونصوروا كل شيء، نجم نركزوا على جانب ونهمل جانب آخر، لأن ما عندناش معناتها ما نصوروش الحادث من جميع أبعاده، يعني على أربع أبعاد نصوروا كيما نحبوا إحنا. لو إحنا في الوقت الحاضر نجم نزوروا الحقيقة أو نظهر جانب من الحقيقة ونخفي الآخر، فما بالك بالتاريخ؟ فهمت؟ يعني التاريخ يعني رغم اللي هو بعيد علينا وما تمش التصوير، يعني عندنا نصوص وعندنا أدلة وعندنا كذا، ولكن كما قلت لكم الأدلة هذيك تنجم تكون، فهمت، فيها تركيز على جانب معين دون الجانب الآخر. هذاك علاش أنا نقول، فهمت، هو التاريخ بحد ذاته غير مهم، فهمت، يعني بحد ذاته هو كأحداث هو يعتبر من الماضي، ولكن كيفاش احنا نقرأ التاريخ باش نبني الحاضر متاعنا ونبني المستقبل هو الأهم. فما هناك شعوب تخلق تاريخ مزور ويبنيه عليه حضارة، يعني هوني فما شيء إيجابي، ولو حتى الانطلاقة كانت كاذبة. طيب مثلا الغرب عندما معنتها جاب معنتها أفكار وظهر روحه اللي هو معنتها الكل في الكل، واللي هو اكتشف العالم، واللي هو كذا واللي هو كذا، فهمت، لكن قدم حاجة للعالم، قدم تكنولوجيا، قدم إنسانية، قدم تطور، قدم علم، حتى ولو كذب، قال كريستوف كولومب وهو أول من اكتشف أمريكا، حتى ولو كذب وعمل وعمل جرائم وعمل كذا وعمل استعمار وعمل وعمل، لكن عمل حاجات باهية. احنا ديما من التاريخ نستفيد الحاجات الباهية، حتى الدين بحد ذاته أو هذه النظريات الدينية بحد ذاتها عملت حاجات باهية، نظمت الإنسانية، طورت الإنسان، جعلت تنافس بين البشر. إذن مش مهم، المهم يكون عندنا نظرة، والنظرة هذه تنجم تكون متشعبة، وما يمنعش إن النظرة هذه اللي احنا مثلا نطرح فيها في هذه الفيديوهات نطلع على النظريات الأخرى ونقارن بيناتها. يمكن أنا ملت الجانب معين، شخص آخر مل جانب آخر. احنا الهدف متاعنا هو إن الإنسان يجب أن يعلم ويعرف كل الظروف ويحكم على حسب، فهمت، المنطق والأدلة، ويكون عنده وجهة نظر. هذا بحد ذاته ولو حتى كل النظريات غلطة هو توسيع للعقل الإنساني باش يمشي بعيد في التفكير، ما يقعدش محصور في بوتقة معينة واتجاه معين وعروبة وإسلام وغرب وعلمانية وكذا وكذا وكذا، ولا ينظر للعالم إلا من زاوية واحدة ومن جهة واحدة. هو اتساع المعرفة، نعرف كل الشعوب، نعرف كل الأجناس، نعرف كل الأفكار، النظريات العلمية والتاريخية والدينية، باش نكون أنا عندي نوعا ما انفتاح نحو الآخر ونحو العالم ونحو الوجود. هذا هو معناتها الجواب على السؤال. اليوم كما قلت لكم باش نحاولوا باش نعملوا ملخص في الاول، من بعد ندخلوا في صلب الموضوع اللي يهمنا ونحصروا الفكره، لان الفكره تشعبت ياسر وبعدت ياسر. لازمنا توا نقوموا بعمليه جمع لهذه الافكار الكل وحصرها باش نجموا ننطلقوا من الشرق الاوسط اللي هو يهمنا في الدرجة الأولى. احنا تكلمنا معناتها في الفيديوهات السابقة حول ان الانسان العاقل، فهمت، اللي ظهر منذ تقريبا 200 ألف سنة عمل خطوات كبيرة وانتشر في العالم، وهذا الانتشار اللي وقع في العالم تم لقاءه مع أجناس أخرى أقل تطور منه، سواء نيدرتال في أوروبا، سواء نوع آخر في شمال آسيا، سواء نوع في جنوب آسيا، واندمج جانب منه معاه وقضى عليه، وأصبح الإنسان العاقل النجم نقوله مسيطر على كل المعمورة. هنا شنو وقع؟ وقع ظهور أجناس كبيرة، لأن هذا التطور الإنساني اللي وقع مدة
زوز ملايين تقريبا سنة أو أكثر، أنتج ما يسمى الإنسان العاقل. وهذا الإنسان العاقل انتشر وتطور وأنتج قيام الحضارات قبل 20,000-15,000 سنة. إذن شنو وقع بالضبط؟ إنها ظهرت شعوب كبيرة. الشعوب هذه لاحظها ونشوفها، هي مثلا اختلاط الإنسان العاقل مع النيدرتال وأنواع أخرى يمكن من البشر اللي موجودين قبله في أوروبا، واللي معناتها كونوا كما نقولوا احنا مظهر وشكل خاص بالطبيعة اللي موجود فيها أوروبا، اللي هو البرد والثلج وقساوة الحياة، اللي خلى البشرة متاعهم بيضة وخلى شعوراتهم صفر وخلى عينيهم فاتحين. عندما اختلط هذا الإنسان العاقل معاهم وقضى عليهم واندمج معاهم، كون ما يسمى بالجنس الأوروبي. الجنس الأوروبي معروف ببياض البشرة كما قلت لكم، وعينين فاتحين وشعر أصفر أو فاتح. هذا معناته جنس كبير، يعني هذا في الأول، يعني يمكن 100,000 سنة 80,000 سنة قبل الآن. هنا تكون نوع جنس كبير هو ما يسمى بالجنس الأبيض الأوروبي. بالنسبة في إفريقيا نفس الشيء، الإنسان العاقل اندمج وقضى على الإنسان الهابيل، ما يسمى الأومو هابيل أو إريكتوس أو غيرها من الأجناس، وكون ما يسمى بالجنس الأسود أو الجنس ذو البشرة الغامقة، اللي معروف بالشعر معناتها الخشن والبشرة السوداء، ما يسمى الإنسان الإفريقي الوسط والجنوب، لأن في الشمال طبعا بعد نجيو كيفاش معناتها هناك لقاء من بين ما يسمى الجنس الأسود والجنس الأبيض. هذا معناته التفكير جنسي، يعني الأجناس اللي ظهرت، الجنس الإفريقي، الجنس الأوروبي، وكذلك في آسيا الشمالية تم التقاء الإنسان العاقل مع نوع الذي يطلق عليه دينيسوفا، وكون ما يسمى الجنس اللي نسميه الجنس آسيا الشمالية أو الجنس الأصفر الذي معروف بالعنين المجبدين، اللي هو الشعوب الصينية وغيرها، واللي من فوق جاءوا المغول من بعد مشاو عمروا أمريكا. وإحنا أمريكا هوني راي متهمناش، وأستراليا وكل شيء متهمناش، إحنا نحب نركزوا على العالم القديم وخاصة منطقة الشرق الأوسط. ثم هناك الجنس العاقل الآخر الذي ذهب نحو جنوب آسيا جهة أندونيسيا، والذي اختلط مع الإنسان الغير متقدم فلوريس، اللي يطلق عليه فلوريس، وكون ما يسمى الجنس الأندونيسي الأسترالي، اللي هو معروف بقصر القامة وعنده شكل معين معروف في الوقت الحاضر. بينما منطقة الشرق الأوسط وجهة الهند وشمال إفريقيا، يعني هذه ما يسمى منطقة الوسط، هي قلب العالم، هنا لم يقع ظهور جنس يجمعهم، رغم اللي نقولوا احنا الجنس افرو ازياتيك، فهمت، اللي هو يجمع كل هذه الاجناس اللي ظهرت من جهة الهند حتى لشمال افريقيا. هذه المنطقة اللي هي قلب العالم كما قلت لكم كانت مفترق طريق، وكانت معناتها نتيجة هجرات وذهاب وإياب وصعود، وذهب من إفريقيا إليها نحو مناطق أخرى، ثم الرجوع، ومن أوروبا ومن آسيا كونت خليط من الشعوب اللي من بعد انقسمت وأخذت أشكال شعوب معينة. مثلا ظهور الشعب الأمازيغي من جهة تقريبا حدود مصر إلى جزر الكناري والصحراء الكبرى، هذا الشعب الأمازيغي كان هو خليط من الشعب الإفريقي والشعب الأوروبي، وكون شعب معين عنده خاصية معينة اللي هي الشعوب الأمازيغية أو الشعب الأمازيغي، ونجم نقول الشعوب لأن في الحقيقة المنطقة هذه الكبيرة ما فماش جنس واحد تكون، يعني الشعوب قامت على مبدأ آخر، مبدأ اختلاط، فهمت، اختلاط من بين عدة أنواع من الشعوب، وكونت أجناس
مختلطة تجمعها من اللغة والطبيعة متاع الأرض والعادات والتقاليد أكثر من العرق. ثم هناك في شرق ما يسمى إفريقيا ظهور المصريين ومعنتها الشعب النوبة اللي هو خليط نوعا ما من الأفارقة معنتها السود ونوعا ما من الأوروبيين، ولكن كان التأثير لأن كانت الصحراء الكبرى تمنع الهجرة نحو الشمال، بينما من ناحية السودان كان الاتصال من بين مصر والسودان كبير، فلهذا تكون نوعا ما شعب آخر، تكون نوعا ما شعب آخر اللي هو الشعب المصري النوبي اللي من بعد باش نتكلم عليه. ثم نمشيه مثلا ناحية الشرق الأوسط، ظهر ما يسمى بالشعب السامي اللي سيطر على منطقة نجم نقوله الجزيرة العربية والعراق وسوريا والشام والمنطقة هذيك الكل. ثم ظهر شعب آخر اللي هو الشعب الفارسي اللي هو أقرب للشعوب نحو الهند ونحو الصين ونحو أندونيسيا، فهو شعب خاص. ثم هناك الشعب متاع واد السند اللي هو زاد أقرب وتأثر بالشعوب اللي قريبة ليه اللي هو أبعد على الشعوب الأوروبية نوعا ما، وهناك منطقة تركيا ومنطقة اليونان، وهناك ظهرت عدة أنواع من الشعوب المختلطة اللي كانت معنتها جدا مهمة لأنها كانت خليط من عدة شعوب وتجمع معارف كل البشرية. هذا بصفة عامة شنو وقع في المنطقة هذه ما يسمى ليزاندو أوروبيان، الهنود الأوروبيين واللي جاءوا منهم الجرمن ومن بعد بدأت تتقسم. المهم الأجناس الكبيرة واضحة، بعد الأجناس الكبيرة في كل جنس تم انقسام بدأت تظهر الشعوب الفعلية. طبعا نشوفوا في أوروبا الجنس الأبيض انقسم إلى جرمن إلى لاتين إلى إغريقيين إلى كذا، فهمت، إلى شعوب شمال أوروبا. نفس الشيء بالنسبة في إفريقيا، هناك الجنس الأسود اللي يملأ جنوب إفريقيا ووسط إفريقيا، وهناك منطقة نفس الشيء الأمازيغ، وهناك المصريين، ومن بعد الساميين انقسموا إلى كلدن وآشوريين وغيرهم، من بعد في الأخر بالكل يعني جاءوا ما يسمى العرب. يعني لو نشوف مثلا الجنس الأمازيغي يسبق كثير ظهور العرب، فهمت، يسبق بكثير ياسر، أو الشعب المصري النوبي يسبق بكثير ظهور العرب. العرب ظهروا معناتها حديثا، نجم نقولوا في التاريخ العرب ظهروا حديثا. ثم الشعب الفارسي اللي هو عريق زادة، فهمت، وهنا عندما ظهرت هذه الشعوب بدأت كل شعب يعتبر نفسه هو مركز العالم. هذا قبل ما ظهور الكتابة، يعني نتكلم أنا 40,000 سنة 30,000 سنة بدأت تظهر هذه الشعوب بشوية بشوية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الهند والمناطق هذه، يعني المنطقة هذه الكبيرة اللي هي تتسمى قلب العالم القديم مع البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحر فهمت الخليج وغيرها هذه المنطقة. المهم قبل ظهور ما يسمى بالكتابة كانت هناك حضارات كلامية كثيرة، فهمت، وكانت تتناقل المعرفة، وما كانش هناك احتكار وما كانش هناك أنانية، لأن الإنسان عنده مشاغل أخرى، حربه مع الطبيعة، حربه مع كائنات تشبهه هي أقل تطور منه. إذن بعد ظهور هذه الأجناس الكبيرة، هذه الأجناس الكبيرة انقسمت إلى شعوب، وبدأ كل شعب يكون الروح هيلمان وتاريخ، وما يسمى اللي بيحكموا هذوكم الشعوب لقاو ما يسمى بالديانات الطبيعية اللي تبحث في أسئلة وجودية. ومرت معناتها الإنسانية مدة طويلة بحضارات كلامية لم تترك آثار مكتوبة، ولكن كانت معناتها الفكر الإنساني كان يعيش في فترة انتعاش وتفكير وتطور كبير جدا، خاصة في 20,000 سنة أو 30,000 سنة الماضية. وهنا بدأ كل شعب يجعل الروح معناتها قيمة وتاريخ، وخاصة الملوك متاعو شنو يخلقوا أساطير أو تتخلق، ياخذوا الأساطير اللي منتشرة عند عامة الناس باش يكونوا رواحهم هيلمان، باش يعتبروا رواحهم اللي هما الجنس
أو الشعب المفضل. فكرة الشعوبية ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وما حولها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. فهمت؟ يعني رغم أن الشعوب تكونت من عدة أجناس في عدة مناطق، ولكن الفكرة كانت جدا قوية خاصة في الشعوب اللي موجودة في الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذا، كانت المناطق الأخرى سواء أوروبا سواء إفريقيا سواء آسيا تحب تسيطر على المنطقة هذه لموقعها الاستراتيجي من جهة، ولثرائها بالمياه وبأشياء أخرى وبالمعرفة، وحبت تسيطر عليها باش تاخذ من عندها هذا الشيء. إذا المهم، عندما ظهرت فكرة الشعوب بدأ كل شعب يخلق ليه أساطير، كما شفنا السومريين نسبوا رواحهم المخلوقات الفضائية، تلقاهم الإغريق نسبوا رواحهم لأنصاف الآلهة، تلقى الفراعنة نسبوا رواحهم لما يسمى أنهم الآلهة نفسها أو معناتها تمثيل الآلهة على الأرض بالفكرة هذه، وبدأت ما يسمى تظهر الفكر الديني اللي بدأ ياخذ شكل اصطناعي، خاطر كما قلت لكم الدين قبل عندما كانت الحضارة كلامية أو الحضارات كلامية، وهي الفكرة اللي أنا طرحتها حول الغنوصية، يعني الإنسانية مرت بمرحلة طويلة من الغنوصية. الغنوصية هي التعامل المباشر مع الأشياء كما هي وطرح أسئلة التي تتطور مع تطور الوعي الإنساني دون كتابتها، لأن الكتابة هي اللي تقيد المعرفة واللي تخليها نوعا ما مقدسة. بينما أنا وتنجي نقول لك فكرة ونقولها للآخر والآخر يزيد عليها شوية واللي بعده يزيد عليها شوية، رغم أنها هي الفكرة تتبدل، ولكن الفكرة هي بحد ذاتها تتطور وتصبح أكثر منطقية. إذن الديانات الطبيعية كانت ليس لها حدود، كان كل شعب عنده أسئلة معينة ويتناقش مع الشعوب الأخرى ويتبادل المعلومة وما كانش فيما حتى مشكلة. لكن عندما بدأ يظهر ما يسمى بالفكر العرقي الجنسي متاع الشعوب، ما يسمى الفكر الجنسي، يعني الجنس الفلاني أو الجنس مثلا الآشوري أو الجنس الكلداني أو الجنس السومر، بدأت فكرة أن كل شعب يحب يولي هو مسيطر على العالم والشعوب الكل الأخرى تحت سيطرته. من هنا بدأت تظهر الكتابة. عندما ظهرت الكتابة أول حاجة العلم كما قلت لكم تقيد، يعني أصبح مقيد وما عادش نجم نطوروه، لأن الفكر في الأول متاع الكتابة كانت فكرة أنها أشياء جاية من السماء، أشياء مقدسة ما نجموش نرجعوها وما نجموش نفكروا فيها. إذن فما فترة من بين 15-20 ألف سنة حتى ظهور السومريين هي ما يسمى فكرة ظهور الشعوب، بعد ظهور الأجناس الكبيرة ظهور الشعوب، ثم ظهر ما يسمى بالفكر القومي لكل شعب أنه يسخايب روحه هو الشعب المفضل وهو اللي يملك الحقيقة المطلقة. ومن هنا بدأ كل واحد يخبي على الآخر المعرفة ويحاول يسرق له المعرفة متاعه باش ينسبها ليه، أو يحاول يحاربه ويقضي عليه باش ياخذ هو المعرفة لكلها ليه ويعتبر هو ممثل لكل البشرية. هذه الفترة معناتها اللي ما يسمى ظهور السومريين ومن بعدها بدأت تتطور، لأن أول ديانة النجم نقوله احنا خارج إطار الأرض نجم نقوله هي الديانة السومرية، يمكن موجود قبلها لكن ما عندناش آثار كثيرة، ولكن الديانة السومرية هي اللي تكلمت على اتصال بين الأرض والسماء، لأن الإنسان قبل كان يغزل للأرض للجبال للبحار للأودية، هذيك يعتبرها مقدسة، لكن عندما ولا ينظر للسماء وينظر للقمر وينظر للنجوم بدأ يتخيل ويتصور أن هناك كائنات أخرى، فهمت؟ هي اللي جابت له هذاك الأفكار وهذيك الحضارة. وطبعا السياسيين والكهان استغلوا هذا لكي يحكموا الشعوب باسم هذه الأفكار وكي بشمليوا عليهم الحاجات اللي يحبوا هما يوصلوها، كما مثلا البابليين وحمورابي والقانون وكلها على أساس إنها قانون جاي من الفضاء، إذن لا نقاش فيه. ولكن عندما نجيو نشوفوا ما هي أول الديانات
اللي هي تعتبر ديانة بأتم معنى الكلمة، ديانة يعني نقوله سماوية، لخاطر قبل كما قلت لكم الإنسان كان يتصل بما هو الفضاء الخارجي من أجل السمو. ليس هنا فكرة الوحي يعني أن هذه القوة اتصلت بنا، لا، كان الإنسان يبحث عن هذه القوة واللي يعتبرها مجهولة واللي هو يسمو نحوها ويريد معرفتها. بينما فكرة العكسية متاع ما يسمى نزول الفكر من فوق إلى تحت، ليس من تحت إلى فوق وإنما من فوق إلى تحت، هي بدأت بها السومريين بفكرة المخلوقات الفضائية، ثم تبعدها ديانة أخرى، ديانة الأشورية وغيرها وغيرها وغيرها، ثم تمركزت في فكر ما يسمى زردشت. النجم نقول الزردشتية هي الوريثة معناتها الكاملة لكل الديانات المصطنعة اللي ظهرت في الشرق الأوسط واللي ظهرت حتى في مصر وظهرت في الإغريق. فهمت؟ يعني من هنا بدأت فكرة الديانة السماوية والكتاب المقدس وغيرها من هذه الأفكار، على أساس أن هناك إله. وهنا جاءت فكرة الإزدواجية مع إله الخير وإله الشر، الجنة والنار. يعني هي انطلقت من فكرة فلسفية طبيعية، ولكن أخذت شكلا دينيا وأصبحت كتاب مقدس، معناتها الفيدا معروف، وولات ديانة فعلية. وهذه الديانة أثرت كثير الزردشتية في الإغريق وفي فلاسفة الإغريق، وأثرت في المصريين وأثرت في الشرق الأوسط. لكن الديانة الزردشتية رغم اللي كانت ديانة نجم نقول وإحنا عالمية، ما كانتش ديانة منحصرة في شعب معين، رغم أن هي ظهرت عند الفرز وعند زردشت واستغلت للحكم وللسيطرة وغيرها، وكانت نوعا ما فكر، فهمت، نوعا ما نجم نقوله احنا امبريالي، ولكن على طريقة البدائية، خاطر الامبريالية بدأت بالكلدن والسومريين وفكرة السيطرة على العالم. هذيك هي الفكرة بدأت من المنطقة هذيك الامبريالية، الموقع متاعها هو الشرق الأوسط. ولكن اللي غير هذا الشيء كله، فهمت، هو ظهور ما يسمى بالشعب اليهودي اللي هو شعب سامي. فهمت؟ يقال، أنا شفت معتها في المصادر التاريخية، أن هذا الشعب المعين اليهودي كان يعيش في منطقة اللي توا، فهمت، منطقة الشام والمنطقة هذيك، وهاجر نحو جنوب العراق بحثا على التجارة وعلى المال وعلى الربح، وبقى هناك وكسب تجربة كبيرة من العلوم الموجودة عند السومريين وعند الشعوب السامية الأخرى. ثم في فترة من الفترات بعد ظهور الزردشتية، فهمت، أو في فترة ظهور الزردشتية، خطر فكرة زردشت هي تقرب من فكرة إبراهيم كي نجي نشوف، فهمت، يعني تقرب يعني شوية، يعني فما تقارب من بين الفكر الإبراهيمي والفكر، خطر نجم نقول وإحنا الديانات السماوية اللي توا نعرفوها هي الديانات المسيحية والإسلام واليهودية، ولكن حتى الزردشتية تعتبر هي أول ديانة سماوية أو ديانة تحمل ما يسمى بالكتاب المقدس، وهي وارثة لكل الديانات اللي ظهرت في الشرق الأوسط. اليهودية جابت فكرة معناتها خاصة نتيجة تأثرها بالفكر السوماري وبفكر الكتابة وبفكر الاحتكار وبفكر الأنانية وبفكر الإمبريالية، وإن الشعب الله المختار هي بحد ذاتها هي ملخص للفكر الشرق الأوسطي الإمبريالي الذي يريد أن يقضي على الشعوب الأخرى وسرقتها والتعدي عليها ونسب كل شيء لي. هذه الشعوب رغم اللي معناتها كانت هي خليط، يعني حتى العبيد كانوا يعني يعتبروا ضمن الشعب، فهمت، هما في الحقيقة خليط شعوب، ليس شعوب أصيلة. لو نجي نتكلموا على الشعوب الأصيلة نتكلموا على شعوب أصيلة في إفريقيا، في أوروبا، في أقصى أوروبا، في أقصى آسيا، هذم شعوب عريقة لو نحبوا نتكلموا بالأصل، فهمت؟ رغم أن هذا الفكر متاع الأصل لكلنا متخلطين، فهمت؟ سختو خاصة في الوقت الحاضر لكلنا متخلطين، ولكن شعوب الشرق الأوسط والشعوب اللي ظهر في المنطقة هذه كانوا جدا خالطين، خطر كان ما يسمى الانتساب للعرق
صحيح هو معناتها يدعون انه منتسب للعرق ونبوه وجد ذاك هما علاش خلقوا ما يسمى علم الرجال وانه اصله كذا وكذا، ولكن العبيد نتاعهم واللي يندمج في الحضاره نتاعهم يصبح منهم. توا حتى اليهوديه في الوقت الحاضر اي واحد ينجم يعني ينتمي لليهوديه ويصبح يهودي، يعني ينجم يكفي انه انت يدمج روحه معاهم ويقبل بالافكار نتاعهم ويقبل بالواحد. والفكر الصهيوني هو تاكيد، خاطر لان اليهود في فتره من الفترات سكروا يعني حصروا رواحهم، لازم تكون امك يهوديه باش تكون يهودي. لكن جاء ما يسمى الفكر الصهيوني اللي هو فتح المجال باش اي انسان، فهمت، ولو حتى من اصل عربي او من اصل اوروبي ولا من اصل افريقي يمكن ان يكون صهيوني من اجل نصره ما يسمى الشعب اليهودي. اذا اول فكر عنصري في التاريخ البشريه وواضح وبين وعنده كتاب مقدس هي اليهوديه. اليهوديه عندما نتكلم عن اليهود ما نتكلمش عن اليهود توا، نتكلم انا عن اليهود في التاريخ، خاطر اليهود توا تطوروا وفهموا ياسر حاجات، ورغم اللي مازال فيهم يفكروا بالتفكير العنصري ولكن تجاوزهم الزمان، فهمت، ما عادش ينجموا، فهمت، يعني قله قليله وفهموا اللعبه وفهموا اللي ما ينجموش يكونوا هما كيما نقولوا احنا خلفاء الله على الارض. وحتى مثلا فكره شعب الله المختار ما عادش يؤمنوا بها اليهود بحد ذاتهم، فهمت، خاطر اليهوديه هي عرق يسميوا رواحهم عرق، وهي خليط اعراق. وفي نفس الوقت خاطر نشوف اليهود نلقاو يهود اوروبا ونلقاو يهود شمال افريقيا ونلقاو يهود موجودين مع اليمن ويختلفوا، ولكن كلهم يهود، حتى نلقاو ما يسمى يهود الفلاشه ويهود الروس ويهود اوروبا الشرقيه، وتلقى كل واحد يختلف على الاخر ولكن يجمعهم شعب واحد اللي هو الشعب اليهودي. فكره هذا شعب الله المختار ما عادش توا تمشي، فهمت، يعني هذاك علاش معناتها ظهرت ما يسمى بالصهيونيه باش معناتها تجمع كل هذه الخلافات، فهموا اللعبه، فهمت، مش كيما نحنا مازلنا نخرفوا ومازلنا نعتبروا ان الاسلام معناتها هو احسن دين، وان احنا كما يقول فهمت خير امه اخرجت للناس. اذا اليهوديه جاءت بالفكر الشعب الله المختار، ما يسمى بالفكر العنصري او ما يسمى بالفكر نتاع الشعب المفضل، يعني هي خلاصه الافكار اللي موجوده في ذلك الوقت حول الشعب المفضل وما يسمى بالعنصريه اللي ظهرت في المانيا حول الشعب الاري هو افضل الشعوب، او يجي يقول لك حتى موجود في افريقيا، كما هناك شعوب في اسيا في الصين وفي اليابان يعتبروا رواحهم افضل الشعوب في العالم، عندهم نوعا ما نوع من العنصريه في كل منطقة، هذا موجود الفكر، لكن في الوقت الحاضر بدا ينتهي. هذا كان في وقت معين من التاريخ واليهودية خذاته وعملت ما يسمى فكرة الدين والشعب، معناتها الدين والشعب، وكانت في ذلك الوقت عادي كل شعب عنده دين. هكا بدأت الفكرة في الأول، ثم جاء ما يسمى بالمسيحيين وحبوا يردوا الاعتماد ليس على الجنس وإنما على الإيمان، وجاءت فكرة المسيح حول أنه ابن الله، يعني بالمفهوم ابن الله طبعا مش بالمفهوم اللي نفهمه احنا، يعني ممثل الله على الأرض ومتكلم باسم الله لكي يدعو الناس للسلام وللتعايش. في الحقيقة هي المسيحية في الأول يعني صحيح انطلقت من فكر معناتها موجود في ذلك الوقت وتأثر معناتها شو اسمه بيدو معناتها عيسى والأديان اللي موجودة وقتها غاديكا بمذاهب أخرى سواء قريبة للزردشتية أو المنوية أو غيرها و أو البوذية والديانات الأخرى الشرق أقصى، فهمت، متاع ما يسمى الروحانيات، وإنه الإنسان يجب معناتها أن يسمو على الفكر العرقي ويتفتح نحو العالم ويصبح ما يسمى الدين أو الإيمان هو مصدر للإنسانية. ولكن المسيحية من بعد نتيجة معناتها المنطقة اللي ظهرت فيها ونتيجة التطور شنو وقع؟ وقع أن هذه المسيحية بحد ذاتها هي ولات فكر إمبريالي، فهمت؟ يعني هنا
انتقلت البشرية من القضاء على الشعوب إلى قضاء على المعتقدات الأخرى. هذا اللي جت به جديد المسيحية، أنها تقضي على كل معتقد آخر، تعتبر المعتقدات الإغريقية والرومانية والمعتقدات المصرية والمعتقدات اللي موجودة في الشرق الأوسط كلها فاسدة، ويجب أن تفرض هي المسيحية. رغم أن اليهودية لم تقم بذلك، يعني اكتفت بالدين متاحها، ولكن كانت تحب تسيطر فهمت على العالم وتحتكر احتكار العلم والمعرفة اللي ظهر في ذلك الوقت. ولكن المسيحية جت حبت تعمل نوع آخر من الاستعمار، هو ما يسمى الاستعمار العالمي. ومن هنا جاءت فكرة الإسلام. من هنا الإسلام في الحقيقة جاء من فكرة مسيحية، ولكن ليس كما يقول البعض المسيح اليوم أن الإسلام أصله مسيحي. هذه كذبة، فهمت؟ الإسلام ما هوش أصله مسيحي، رو كل دين هو خلاصة عدة أديان أخرى. هو نجم نقول، وإحنا نقوله بالفرنسية السنتاز، خلاصة، الخلاصة متاع ذلك العصر، فهمت؟ إذن الفكرة متاع الإيمان هو المصدر الوحيد للإنسانية، ما عادش العرق، هي فكرة بدأت بالمسيحية ثم بدأت بالإسلام، ولكن في الإسلام أخذت مسار آخر حول إنه مسألة العروبة. يعني اندمج الإسلام العقيدة بالعروبة، يعني كأن أن الإسلام أراد أن يعود بالفكرة اليهودية الأولى على أن العرب فهمت هما يعني قلب الإيمان، كما اليهود هما شعب الله المختار. فهمت؟ يعني لازمك تتكلم العربية ولازمك تكون عربي، ولو حتى أنت ماكش عربي. هذاك علاش خلقوا فكرة ما يسمى العرب العاربة والمستعربة والعرب البائدة، يعني تنجم تكون عربي فهمت ولو حتى أنت أصولك مش عربية، يكفي أنك تتكلم العربي وتكون مسلم وكذا وتكون عربي، فهمت؟ يعني هذا الاختلاط اللي يقع من بين ما يسمى الفكر المسيحي والفكر الإسلامي. إن الفكر المسيحي معناتها، وللواحد يعني نكونوا أكثر واضحين، الفكر المسيحي رغم معناتها كما نقولوا إحنا ظلم وحروب واضطهاد للمعتقدات الأخرى، لم يكن مرتبط بعرق. هو جاء لكي يحارب فكرة شعب الله المختار، ولكن جاء الإسلام وأعادت فكرة شعب الله المختار، ولكن هذه المرة سرقها من اليهود ونسبها للعرب. ومن هنا بدأت المشاكل اللي موجودة في الشرق الأوسط، فهمت؟ من هنا بدأت يعني المشاكل الكبيرة، فهمت؟ اللي أدى إلى ظهور الإسلام. المهم يعني هذه هي الفكرة الخلاصة، احنا باش نرجع للشرق الأوسط، وخاصة منطقة الشرق الأوسط والإغريق وروما وشمال إفريقيا ومصر وفارس. هذه المنطقة الكل هي البحث متاعنا، لأنها هي منذ آلاف السنين فهمت وهي تعيش في صراعات إلى هذه الساعة. يعني قاعدين نعيشوه الآن هو النتيجة بتاعه من وقت، معناتها نجم نقول وإحنا ظهور الزردشتية، ومن بعدها اليهودية، من بعدها ظهور المسيحية، من بعدها ظهور الإسلام. وهنا دينا نفهم ونقرب للفكرة لماذا الخلافات اللي قاعدين نعيشوها منذ 2000 ولا 3000 سنة هي نفسها اليوم، فهمت؟ يعني نفسها تقريبا، كل مرة تاخذ مجال معين، ولكن ديما الشرق الأوسط هو مركز وقلب الصراعات، فهمت؟ لأن هذا المكان مازالت فيه خلافات كبيرة، فهمت؟ والناس متاعو والشعوب متاعو توا العالم أجمع اتطور وفهم، وأصبح حتى المعتقد يعتبر في درجة ثانية. إلا المنطقة هذه، المعتقد حتى المسيحي متاع الشرق الأوسط تلقى أكثر تعصب من المسيحي اللي موجود في جنوب أمريكا ولا في أستراليا ولا في أوروبا. واليهودي اللي من الشرق الأوسط تلقاه أكثر تعصب من اليهودي اللي موجود في أوروبا وموجود في أمريكا وموجود في أستراليا. والمسلم الشرق الأوسطي تلقى أكثر تعصب من المسلم اللي موجود في أندونيسيا ولا موجود في أوروبا ولا موجود في أمريكا ولا موجود في إفريقيا. يعني هنا فكرة التعصب وفكرة العلو والتكبر والأنانية، يعني سواء من بيناتهم هما مع بعضهم، كل واحد يسخايب روحه هو الكل،
سوى عندما نقارنهم مع نفس الإيمان من منطقة أخرى. إذن احنا في هذه الفيديو كما قلت لكم حبينا نلموا المعلومات الكل باش نرجعوا لمنطقة الشرق الأوسط اللي هو موضوعنا، وشنو الوضع اللي كان موجود في الشرق الأوسط قبل ظهور الإسلام. ولهذا معناتها في الفيديو القادم باش نحاولوا نتكلموا على الديانات الأساسية، فهمت اللي حشتنا بها، نتكلموا على الزردشتية، ثم نتكلموا على اليهودية، ومن بعد على المسيحية، ومن بعد ندخلوا في الإسلام. وشكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.